الآن لدينا أساسيات ترتيب العمليات، وبالمناسبة دعونا نحاول التصدي لمسألة متشعبة ومعقدة، لذلك هنا لدينا عدد من الأقواس والأعداد حولها. لكن في أي من مسائل ترتيب العمليات عليك أن تأخذ نفسا عميقا وتتذكر أننا سنعطي الأولوية للأقواس. إذن الأولوية أولا للأقواس ثم الأسس، لا تقلق لو لم تعرف ما هي الأسس لأنه لا يوجد أسس في هذه العبارة. ثم ننتقل للضرب والقسمة، كلاهما في نفس المستوى، ثم تؤدي الجمع والطرح. إذن بعض الناس تذكروا أنه يمكن أن يقوم بالضرب والقسمة بمستوى واحد والجمع والطرح بمستوى واحد أيضا، لكن دعونا نعرف ما هو ترتيب العمليات الذي يفيد بموجب التقييم. لذا أول شيء نقوم به هي الأقواس، ولدينا هنا الكثير من الأقواس. لدينا هذه العبارة بين قوسين، وأيضا هذه الأقواس. إذا ترتيب العمليات هنا سنقوم بإجراء عمليات ما بين الأقواس. أولا لكي نقوم بتقييم ما بين الأقواس، هذا المكتوب باللون البرتقالي أو المكتوب باللون الأصفر. إذا لنقيم كل هذا كيف يمكن أن نبسطه؟ حسناً، إذا نظرنا إلى داخل الأقواس، أولاً ما نفعله هو تبسيط ما بالداخل. إذا كما ترى لدينا 5 ناقص 2، سنبدأ بها أولاً، وهذا سهل تقييمه. 5 ناقص 2 يساوي 3. إذا يمكن تبسيط هذه إلى، أو أقوم خطوة بخطوة، عندما نحصل على الناتج لجميع الخطوات مرة واحدة، إذا هكذا تصبح 7 زائد 3 ضرب 3، وكل هذه الأعداد يوجد أقواس حولها، وبالطبع لدينا مجموعة أعداد من حول القوس. لدينا هنا سأنسخ وألصق، إذا أريد أن أنسخ وألصق هذه العبارة. لا أدري ما الذي يحصل، يجب أن يكون هذا الأمر سهل، لكن هناك بعض الصعوبات التقنية. إذا مقسوما على 4 ضرب 2، وعلى هذا الجانب لدينا 7 ضرب 2 زائد ما بين الأقواس في اللون البرتقالي. إذا ننظر مرة أخرى إلى الأقواس. إذا يجب أن نستمر ونطلع إلى الأقواس لأنها لها الأولوية الأولى. إذا نقوم بحساب ما بداخل الأقواس في اللون البرتقالي هنا. إذا نحسبهم أولا، لكن حتى نحسب يجب أن نرى ما بداخله. لدينا 3 ضرب 3، وهنا 7 زائد 3 ضرب 3. إذا نبدأ بالضرب أولا، لأن الضرب هو مستوى أعلى من عملية الجمع. إذا نقول هنا ما داخل الأقواس يجب أيضا أن نعتبره كعبارة منفصلة، ومن ثم نرى كيفية التعامل مع العمليات الحسابية وترتيبها. إذا نقوم بالضرب قبل الجمع، أي أن 3 ضرب 3 قبل أن نجمعها مع 7، فتكون على صورة 7 زائد، ولدينا 3 ضرب 3 هو 9، ونضعهم داخل الأقواس البرتقالية. ثم لدينا 7 ضرب 2 زائد ما بين الأقواس مقسوما على 4 ضرب 2. إذا نقوم 7 زائد 9 هنا نحسبها لأنها ما بين الأقواس أولا. إذا ما ناتج 7 زائد 9؟ 16. إذا 7 زائد 9 يساوي 16. هكذا قمنا بتبسيط الصورة إلى 7 ضرب 2 زائد 16 تقسيم 4 ضرب 2. الآن لم يعد لدينا أقواس، إذن لا يجب أن نهتم لأمر الأسس، ولا يوجد في هذه العبارة أي أسس. إذن ننتقل إلى الضرب والقسمة. لدينا ضرب، ونبدأ بهذا. إذن لدينا قسمة هنا وضرب هنا أيضا. سنقوم بهذا الآن قبل القيام بعملية
الجامع، إذا يمكننا بالضرب، وهذه هنا 7 ضرب 2 يساوي 14، وعلينا الانتظار قبل البدء بالجمع، ولدينا هنا زائد إذن 16 تقسيم 4 ضرب 2، ونعطي الأولوية للعملية القسمة ما قبل الجمع لأنها تأتي قبل عملية الضرب الثانية. إذا نقول هنا 16 تقسيم 4 ضرب 2، في هذه الحالة يكون الضرب والقسمة كلاهما في نفس الدرجة من الأولوية، والأفضل أن ننتقل من اليسار إلى اليمين. إذا نبدأ ب 16 تقسيم 4 يساوي 4 ضرب 2 يساوي 8، إذا أصبح لدينا 4 ضرب 2، هذه المكتوبة باللون الأزرق. لنقوم بعمليات الضرب الآن، لدينا هنا 4 ضرب 2 قبل عملية الجمع، إذن 4 ضرب 2 يساوي 8، وهنا نحصل على 14 زائد 8، وماذا يكون ناتج 14 زائد 8؟ إنه 22، هذا يساوي 22، وانتهينا.